عليكم يا وحوش، وأهلا مرة أخرى على قناة فيتنس جيم. أتمنى أن تضغطوا على زر الإعجاب وتشتركوا بالقناة بتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. وإذا أردتم أي سؤال أن تسألوني إياه اكتبوه فقط في التعليقات وسوف أجيب على جميع التعليقات إن شاء الله. بالتأكيد قبل كل شيء الإحماء ضروري، 10 دقائق أقل مدة يمكنك أن تنشط فيها عضلاتك وتجعلها مستعدة لحمل الأشغال لكي لا تأتيك أي إصابة أو تمزقات عضلية. Afraid of their own skin.
Yeah.